كانت مدينة صيد هادئة، ثم فجأة تحولت إلى ميناء حيوي قد يغير خريطة المنطقة جيوسياسياً. السلطنة تعيد بناء ميناء الدقم لمنافسة نظيره في الإمارات، إنه ميناء جبل علي بإمارة دبي. سيكون المشروع الاقتصادي الأكبر بالشرق الأوسط ومن بين أكبر مشاريع العالم، هكذا يقول مدير المشروع. الفكرة جاءت من سنغافورة، عاصمة التجارة البحرية في العالم. الدقم يضم عدة مشروعات، من بينها ميناء متعدد الأغراض ومصفات تهدف لمعالجة 230 ألف برميل نفط يومياً، وأكبر حوض جاف في الشرق الأوسط يتسع لنحو 200 سفينة كل عام. من المتوقع أن يبدأ المشروع العمل بطاقته الكاملة بحلول عام 2020. وبعيداً عن الجوانب الاقتصادية، للمشروع أهداف سياسية أيضاً. الميناء سيكون بديلاً للسفن المحملة بالنفط التي ستمر في مضيق هرمز، بوابة الخليج الأولى. ففي حال نشوب أي معركة مع إيران، فإن تهديدات طهران بإغلاق مضيق هرمز لن تكون لها فائدة. فالميناء العماني سيصبح البديل الأمثل للشحن دون المرور في مضيق هرمز، ومن ثم البعد عن تلك الاضطرابات. الميناء أيضاً يشكل رابطاً مهماً في مبادرة الحزام الصينية أو طريق الحرير البحري. رغم كل ما سبق، فهناك عوائق أمام المشروع أيضاً. سكان المنطقة لا يرغبون في هذا التحول الكبير، رغم الإجراءات الحكومية التي وصلت لمنح بعضهم 150 فيلا فاخرة بدلاً من بيوتهم القديمة. أيضاً تأخر تسلم المشروع بسبب الانكماش الاقتصادي الإقليمي. حصار قطر هو الآخر قد يؤثر على المشروع، فالمسؤولون في مسقط غير سعداء بالحصار ويخافون تأثيره بعيد المدى على الرؤية والاقتصاد العماني. وفي النهاية، هل ستنجح عمان في سحب البساط من تحت أقدام ميناء جبل علي؟ أم ستظل دبي بلا منافس أو شريك؟